هيدا الانطباع الإيجابي للمواطنين هو نتيجة يومين فقط من العمل وفق المواعيد المأخوذة على المنصة يلي أطلق الوزير مولوي من أيام معدودة. فشو قصة هالمنصة؟ من أول وصولنا ككوا من داخل فريق عمل على هيئة إدارة السير مصلحة تسجيل السيارات بالدكوانة، بشرنا أول شيء بأول فترة بتعلم المهام المطلوبة منا. هون كان عددنا نحن كعناصر عاملة بالمصلحة أكيد عددنا محدود، ما قدرنا نلبي كافة المواطنين اللي عم بيوصلوا لهون. فمن هون بلشت الفكرة أنه لازم ننظم عملية دخول الناس بيقدروا يفوتوا بطريقة ممنهجة، خلينا نعتبرها بطريقة بتحافظ على كرامة المواطن وعلى قليل يضمن أنه يقدر يخلص معاملته مجرد ما قدر يفوت. فقلنا أحسن وسيلة نقدر نطور هيدا العمل هو من خلال منصة حجوزات. وعن اعتماد منصة إمباكت بالذات بيقول طرباي: فتم اعتماد منصة إمباكت اللي هي كانت المنصة المعتمدة قبل من قبل الحكومة اللبنانية. اعتمدنا هذه المنصة لهاجسنا الأساسي هو الحفاظ على أمان كل معلومة عم نطلبها من المواطن. قرابة 350 معاملة باليوم عبر المنصة، والرقم مرجح للارتفاع، والهدف تنظيم القدرة الاستيعابية للنافعة تما تطلع الفوضى برأس المواطن. فعملياً هذه المنصة حافظت على القدرة الاستيعابية اللي عنا إياها، وإنما خففت من العجقة اللي برا، وهون صار المواطن بيعرف حاله عم بيجي، على القليل هو مطمن باله حيخلص معاملته، مش إنه حيجي وحيفل من دون ما ينجز معاملته. هيدا التنظيم هو نتاج عمل مشترك بين عناصر قوى الأمن ومتطوعين جامعيين من Youth for Governance يلي عم يساهموا بإرشاد المواطن على كيفية التسجيل عبر المنصة، والأهم إعطاء الثقة بنفس تغييري بالنافعة. هو Y4G إذا بتكون بروجرام بتوعه فيه تلميذ من كذا جامعة بلبنان يعني. فهلأ بتعرفوا النافعة سكرت، وقت رجعت فتحت كانوا عايزين شوية مساعدة بالأركايف، شوية مساعدة بالمعلومات، فأخذنا هذه الفرصة شوي، فتنا شوي، صرنا نساعد شوي أكيد مع فريق قوى الأمن اللي كتير ساعدنا بالموضوع بالمعلومات وبكيف نحط الآلية الصح. فبلشوا التلاميذ يشتغلوا شوي على الأركايفز وأكثر على الأرض بالمعلومات لأنه سيستم جديد. بالأرشفة أيضاً عملية متكاملة بتبدأ بإنقاذ المعاملات العالقة وما بتنتهي بمكننة هذه المعاملات. في الأرشيف مش بس معاملات مستكملة، في المعاملات اللي بعدها جارية تنقدر نسلمها للمواطن. إلا أنه الكادر الأمني بالنافعة رايح بعد أكثر من هيك، والهدف المكنن الشاملة. أكيد هدفنا أبعد من هيك، نقدر قد ما فينا نعطي خدمات خلينا نسميها تقدر يعملها المواطن عن بعد من دون ما يتعذب يتكبد تكاليف الانتقال لهم. هلا هيدي بتحسي لفترة، هي فيش شيء بيضل منيح بلبنان. لا، نحن نأمل أكيد لبناني منه فوضى بمحل معين، وإنما وجود مؤسسات الدولة هي بتعلمه أكيد على النظام، واللبناني قادر طبعا يلتزم. هي إرادة موجودة، نحن مفروض نخلي المواطن يثق فينا أولا لنقدر نشتغل ضمن هيدا الإرادة ونخليه يمشي معنا. الثابت الوحيد أنه نافعة الدكواني أثبتت أنه الإصلاح الإداري ممكن إن لناحية الرؤية والتخطيط من قبل الإدارة أو لناحية المواطن المسؤول. الأمر اللي بيوضع الكادر الأمني بالنافعة أمام تحدي نجاح تجربة المكنن وديمومتها بل وتوسيعها. النافعة من حوالي الأسبوعين أو 3 أسابيع كانوا عم يوعدوا أنه بده يصير في منصة، اليوم صار في مكنن للنافعة، صارت على منصة إمباكت بحدود 350 معاملة عم تنعمل يومياً عبر هذه المنصة. الناس ما بقى تتبهدل، ما بقى توقف بالعجقة، المعقبين المعاملات جزء منهم مشان ما أظلم الجميع، خليني أحكي عن السماسرة يلي دخلوا إلى النافعة بآخر 3-4 سنين ممتعضين بطبيعة الحال، هناك اليوم عم ينطروا ليشوفوا كيف بدهم يتحايلوا على السيستام الجديد تيرجعوا يقلعوا أشغالهم ويبتزوا المواطنين. لحد اليوم مضبوطة، أثبتت قوى الأمن الداخلي اليوم في العميد علي طه الموجود بهذه اليوم هو المسؤول ميدانيا بالنافعة، 30 عسكري وضابط قدروا أنهم يضبطوا النافعة قدر المستطاع. نتمنى على مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان
تعزيز هؤلاء العناصر، يعني ما يقولوا ما بقى عنا عناصر، لأنه 30 عنصر مش قادرين أنهم يضبطوا هذا الموضوع إلى ما لا نهاية. مطلوب تعزيزهم في فائض يمكن بالعسكر شفرية ومع نسوان ضباط، زوجات ضباط، مع شو عرفني، مع مسؤولين سياسيين تيروحوا بس يسوقوا سيارات. لا، نحن عنا عسكر كفاية. نتمنى على اللواء عثمان بشكل سريع أنه يعزز هؤلاء العسكريين والضباط الموجودين داخل النافعة. الغير مسموح اليوم أنه تبقى عنا إنكريبت يلي كانت هي بتعمل مكننة أوراق السيارات ودفاتر السوق وإجازات السوق ودفاتر السيارات. اليوم عرفنا أنه ما عم تتعاون بما فيه الكفاية. ندعو إنكريبت إلى التعاون لنكون إيجابيين أكثر بهذا الموضوع. يمكن مش قادرين نطلب، يعني ما بدنا نكون سلبيين، بس إنه نكونوا متعاونين مشان ما نضطر نرجع لورا بملفات إنكريبت بالنافع. يعني خلونا نروح لقدام ونكون أكثر إيجابيين بهذا الموضوع. وكل ما يقال بأنه منصة إمباكت نجحت في مكنة النافعة، ألف شكر لهؤلاء الطلاب والطالبات المتطوعين لجمع الأرشيف يلي صار بثلاث أسابيع بالنافع. إذا صار بكل الإدارات والوزارات بظرف ست شهور بيكون دخل لبنان على باب مكافحة الفساد.